ورجعنا من الفاصل. الأستاذة نور الهدى حسن هي باحثة في علوم الأطفال. ازيك يا نور؟ عاملة ايه؟ الحمد لله. اتأخرتي علينا النهاردة صح؟ الحمد لله. طيب قولي لي يا نور، انت سألنا في الفقرة بتاعتنا سؤال صعب جدا، ازاي اربي راجل؟ اوكي، تعرفي تجاوبينا عليه؟ يعني هنحاول مع بعض. قولي لي، انت الكتاب بتاعك طبعا جميل جدا وانا تقريبا قريت فيه شويه وانا بحضر للحلقه. اسئله كتيره قوي قوي جات لي من امهات كتيره قوي، ازاي اطلع ابني راجل؟ دي حاجه صعبه قوي. انت دخلتي نفسك كده في نقطه صعبه جدا. انا اللي دخلت نفسي فيها فعلا. قولي لي. بصي، هو البدايه جت من ان انا اصلا يعني شغاله في مجال رياضه اطفال وتربيه الاطفال من زمان قوي. انا اصلا خريجه كليه رياضه اطفال. أوكي. تمام. والموضوع ان موضوع حب، مش موضوع ان انا دخلت الكليه دي وخلاص او اشتغلت الشغلانه دي وخلاص، لا ده هي الحمد لله الموضوع جاي ان انا بشتغل في الحاجه اللي بحبها. فجي الموضوع الذكور بقى بدا من اول ما كنت يعني حامل. في المقدمه بتاعتك كاتباها انا من اول ما بقيت حامل كان نفسي اخلف ولد. بالظبط دي البدايه، ان انا حامل واللي بيسالني نفسك تجيبي ايه كنت بقول لهم انا نفسي اجيب ولد. فكانوا بيندهشوا من الجمله اللي هو ايه حد يجيب يعمل في نفسه كده، مالها البنات تخليكي بنوته وكيوته. لا يا جماعه، عايزه اجيب الولد الاول علشان تربيه الولاد مش سهله، محتاجه تركيز ومذاكره. طبعا مفيش اي فرق بين الولد والبنت، يعني مش لا، هي الفكره ان انت بنت، فان انت بتبقي نفسيا عارفه البنت اللي انت بتربيها بتحب ايه ومتحبش ايه، لان انت مريتي بالحاجات دي. لكن الولد غيرك. في اختلافات تعيشي التجربه. ودينا بنقابل كتير، ودينا بنقابل ما شاء الله ولاد او رجاله بتشوفيهم تقولي ما شاء الله مامته دي عملت فيه ايه، يعني ربته ازاي. وفي اولاد تانية بتشوفيها هي كانت فين الام صح، انت كنت فين يا ماما؟ انت كنت فين يا ماما صح. بس فالموضوع فيه ريسك كبير، خاصه ان البنت في الاول ولا في الاخر هي مسؤوله من راجل. الراجل ده باباها، الراجل ده زوجها، الراجل ده اخوها، هي دايما مسؤوله منه. في بنات كتير وكلنا دلوقتي بنشتغل وكل البنات دلوقتي شايله مسؤوليه، لكن في الاخر مسؤوله من مين؟ من راجل. مسؤوله من راجل. فالراجل ده لو سوي نفسيا وحكيم ومتربي من الاساس صح، متعلم المسؤوليه ده رقم واحد طبعا، البنت دي هتكون فين؟ ولو الاب او الزوج او الاخ او whatever مين الولد ده في حياه الانثى مش متربي صح على المسؤوليه وعلى انه راجل بجد، البنت دي هتروح معاه فين؟ هتربيه لوحدها؟ بالظبط، هتبقى لوحدها. وده جزء برضو من الكتاب انت كنت كاتباه. بالظبط، ده البرنامج اللي بعد الكتاب اللي بدات اتكلم فيه مع الامهات اللي بربي لوحدي. الام اللي بتربي لوحدها، الام اللي بتربي لوحدها مش شرط ان هي تكون زوجها مش موجود منفصله او لا، ممكن يكون مسافر، ممكن يكون موجود ومش وبرضو هي لوحدها. يعني بظروف الشغل والمسؤوليات هي في الحاله بتربي لوحدها، مش متابعه الحاله. بالظبط بالظبط. فاحنا بقى نرجع كل ده نرجعه فين؟ للاساس. التاسيس بيكون امتى؟ اول 7 سنين من عمر الطفل. ده بالنسبه لي دي الفتره اللي انت متناولاها في الكتاب بتاعك. بالظبط، دي الفتره اللي انا متناولاها في الكتاب واللي انا مهتمه بيها سواء في شغلي مع الامهات او على الصفحه. يعني دي اهم فتره في تربيه الطفل. طبعا دي اهم فتره في تربيه الطفل بالنسبه لك. بالظبط بالظبط، لان دون التاسيس دي البذور اللي انا بزرعها. انا التربيه اللي انا بربيها لابني دلوقتي انا مش هجني ثمارها دلوقتي، انا هجني ثمارها كمان 15 20 سنه قدام، مش دلوقتي خالص. فانا عايزه اربي راجل كمان 15 20 سنه شكله ايه. فاجابه على سؤال الحلقه، اربي راجل ازاي؟ اول حاجه يعني ايه راجل؟ باول 7 سنين في حياتي. اهتم باول 7 سنين، انا عايزه راجل يعني ايه؟ راجل ازاي؟ ايه المواصفات اللي انا نفسي اشوفها في ابني بعد 15 20 سنه قدام؟ اكتب المواصفات دي كلها، وبعد ما اكتبها ابدا اشوف الطريقه اللي انا بتعامل معاه بيها. المواصفات دي بتتغير من ام لام يعني طبعا، ولا في طبعا في اساسيات؟ في اساسيات بس كل متطلبات الام بتبقى بالظبط، وغالبا بتكون الام محتاجاها. غالبا بتكون حاجات الام محتاجاها. يعني انا صح ان انا عندي رغبات معينه عايزه احققها تكون في ابني؟ هي مش رغبات على قد ان احنا هل المقاييس اللي احنا بنحطها دي هي دي الرجوله في وجهه نظرك انت كأم؟ هو انت عايزه تشوفي ابنك كده؟ يعني في ام تقول لي انا عايزه ابني بيسمع كلامي.
وعايزه ابني يبقى واثق من نفسه، وعايزه ابني يبقى بيعرف ياخد قراره. طب ثانيه واحده كده اقول لها، بيعرف ياخد قراره ولا بيسمع كلامك انت اللي هتقرري له؟ ده اللي انا بقوله. انا مش عايزه انا ارسم له حياته، انا عايزه احط الاساسيات وهو يكمل بقى يرسم حياته على حسب شخصيته. كمان هو ده مش معنى اللي هو مش اجابه سؤال اللي هو ايه نفسك تشوفي ابنك، مش نفسي اشوفه دكتور. لا، ايه نفسي اشوفه بيحب يتعلم، طموح، بيحب يشتغل، حكيم، معتمد على نفسه، راجل ومسؤول علينا، مسؤول عن نفسه، عن كل انثى وكل حد في حياته. يعني ايه صفات اللي نفسك تشوفيها تاني في ابنك؟ كل دي صفات، مش ان انا نفسي احطه في قالب معين. لا، مش هقالب بقى وهبدا ان انا احطه عليه، لان انا كده ممكن اكون اصلا بحدد من امكانياته، ممكن تكون امكانياته اكتر من القالب ده، بتضغطي عليه اصلا، هو ما عندوش الامكانيات اللي هيطلع لك منها كل الاماني اللي انت عايزاها. بالظبط، يعني انت تخيلي، يا اما بضغط وبحجم امكانياته، يا اما عندي طلبات اعلى من امكانياته فعمره ما هيعجبني. فدايما هوصل له احساس او رساله حاجة، انك مش كفايه، انك ناقصك حاجه. فهو ده اللي انا عايزه اوصله لابني، ولا انا نفسي اشوف ابني احسن واحد في الدنيا، طبعا احسن واحد، احسن حاجه يقدر يعملها. فانا دايما بشجعه. ايه بقى العوامل اللي بتلعبي عليها في الموضوع ده؟ يعني مثلا بتجيبي له، مثلا عايزه اخليه يقرا كويس، اجيب له كتب مثلا وخلاص وكده والموضوع خلص، ولا اخليه يتفرج بس على برامج، اوريه الناس اللي بتقرا كويس مثلا وصلت لمرحله تانية؟ يعني برافو عليكي، انت جاوبتي، انت جاوبتي على السؤال. ام شاطره مذاكره. برافو عليكي، انت مذاكره فعلا. هو بالظبط، انا ده في موضوع من موضوعات الكتاب كاتبه اسمها الخطه الخماسيه، خمس حاجات تعمليهم مع ابنك، خمس حاجات ما تعمليهمش. طيب ايه الخمس حاجات اللي تعمليهم؟ اللي انت قلتيهم، ان انا اولهم ان انا اكون قدوه، لان ابني لما هيشوفني طول النهار بلعب بالموبايل هيبقى هو كمان بيلعب بالموبايل. مرايته، انا مرايته. بالظبط، لو انا بمسك كتاب وبيشايفني بقرا في كتاب هيجيب هو كمان كتاب ويقرا معايا. فادي اول حاجه ان انا اكون قدوه، قدوه في افعالي، قدوه في كلامي، قدوه في سلوكياتي، لان كل اللي انا هتصرف بيه هو هيكون عليه. فاللي انا عايز اشوفه ابني يعمله، ما ابداش اعلق عليه واصلح واقاوم فيه وانا محتاجه من جوايا لسه بعض التصليح. فدي اول خطوه انا اشتغلت فيها على نور، ان انا بدات ادرس نور واشوف نور بتعمل ايه دلوقتي، محتاجه نعدل ايه ونظبط ايه ونصلح ايه، عشان لما يشوفني يبقى في شاشه كامله ليا بحد كويس. طبعا عمرنا مش هنوصل ان احنا يعني نكون مثاليين. طبعاً. لان مفيش مثاليه. ولكن انا بحاول اكون افضل نسخه مني. يبقى ده اول حاجه. تاني حاجه زي ما انت قلتي بقى، ابدا اوفر له كتب وقصص وامكانيات يبدا يشوفها. كتب يقراها، قصص يقلب فيها، حتى هو طفل صغير. انا بتكلم تخيلي في اول 7 سنين، اول 7 سنين يشوف قصص، يعتمد على الهوايات وكده والحاجات دي. كل ما هوفر في البيئه واثري البيئه بمكعبات وبالعاب وبادوات الطفل يشتغل فيها ويلهي ايده فيها، كل ما انا بساعده انه احنا نكون روابط في مخه تطلع منه انتاجيه افضل. كل ده انا بعزز في مخه انه يبدا ينضج، وان يبدا كرييتيف كده، يبقى مبدع، يبدا يفكر، يبدا يحل. كل ده بيساعد، الحل والتركيب والفك واللعب ده كله بيساعده على ايه؟ على انه في كبير شويه على حل المشكلات. يشوف الدنيا ويشوف ويبتكر حل يعملها تاني. بالظبط، دي اللي بيعملوه في اصلا كان عندي حضانه على فكره. تمام. فدي اللي كانوا بيعملوها في الحضانه في الاول فعلا، اكتر حاجه الكيوبس اللي بتعلميها حاجات كتيره، فك وتركيب. جت المره دي كده غلط، المره دي المره الثانيه صح. ده كله بيأهلني لايه؟ انه لما يكبر شويه وتقابله مشكله، خلاص الموضوع ما وقفش، هنشيل دي ونحط دي ونجرب دي، اكون كرييتيف في حل المشكله. فلو انا ما وفرتلوش ده دلوقتي، ولو هو رافض كل ده، يعني لو انت عملتي معاه كذا حل وهو في الاول في الاخر طفل عنيد، بتعملي ايه؟ بصي، هو الطفل العنيد دون بالنسبه لي مش الطفل اللي عنيد، الام اللي بتعند قصاده. الطفل العنيد يعني طفل عنده راي، طفل عايز حاجه معينه ومصمم عليها. هل انا صفت انه يصمم على الحاجه اللي عايزها دي حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟ لو 15 20 سنه قدام حاجه حلوه، انه يبقى عنده هدف ومصمم عليها هوصل له، يعني هوصل له، دي حاجه حلوه. ليه بقولها دلوقتي انها عند؟ عشان ضد رغبتي. شوفي، هي ضد رغبتي فبقت عند، على رغبتي بقت زي بقى ابني زي الفل وبيسمع كلامي. يبقى هي العند بيبدا منين؟ بيبدا مني انا.
ان الطفل في حاجات تفاصيل صغيره ما بتبقاش اللي هي تنفع في الموسيقى، يعني مثلا لا مش هاكل هاكل بايدي مثلا، وهفضل اعند، هضرب حد، هعمل يعني، فالحاجات اللي هي السلوكيات دي ما بتبقاش في المستقبل حاجه كويسه زي ما انت بتقولي. صح، بس هو بيعند عليها، بيبقى مثلا تمام لفت الانتباه مثلا ولا هو دي سلوك. يعني احنا دلوقتي لما بنيجي نتكلم كده هنفصل ما بين العند، وهفصل بين ان سلوك مش عاجبني ابني بيعمله، ما احطش السلوك واحط كمان فوقيه ليبل كمان انه عند، يبقى سلوك اتنين في بعض. لا نفصص كده الموضوع علشان لما هنفصله هنعرف نحله زي البازل. انا في بروجرام كده بستخدمه مع الامهات اسمه ماي بازل. ماي بازل ده ايه؟ ان هي بتجيلي بالمشكله مركبه فوق بعضها كده، نبدا نعمل ايه؟ نفكها. وفي البازل بنعمل ايه؟ بنقلب كل القطع نخليها قدامنا، بدل ما واحده مقلوبه كده واحده مقلوبه كده، هي ممكن ما تكونش شايفه بوجهه النظر اللي من بره وهي مضغوطه، فشايفه الموضوع غلط. طب لما صوتي مع صوتها، بنبدا نعدل كل القطع ونعدل كل الاجزاء بتاعه البازل ونبدا نرتبها. دي محتاجه تعود كده، دي محتاجه تعمل كده، دي انت ما كنتش شايفاها اصلا. طيب بالنسبه لسلوكيات الطفل بقى ايه؟ هو ممكن يكون بيعمل كده علشان هو متضايق. متضايق ليه؟ ترجع تقول اه اصل انا حامل، او اصل انا لسه والده، فهو كده فيه غيره، يبقى هو كده اصلا فقد الاهتمام. فممكن يكون بيعمل كده علشان يلفت انتباهها ويقول لها اهتمي بيا، هو في مسج عايز يوصلها لها. فبيوصلها لها ازاي؟ بسلوك هي مش حباه، عشان يقول لها ماما انا هنا شوفيني. دايما بقى اوصف الطفل ان هو عامل زي المج، المج اللي هملاه، هملاه حب واهتمام ورعايه واملاه بكل حاجه حلوه، هيبدا يفيض عليا كل حاجه حلوه. لو المج ده ناقصه اهتمام وناقصه رعايه وناقص زي التربه، شقق، هينشف وهيشقق ويبدا بقى ايه؟ يصرخ، يبدا ايه؟ يوريني كل ما هو مختلفه للاحتجاج، منها العند. احتجاج بالظبط، منها العند، منها الزن، منها الضرب، منها الغيره بقى، واعمل تصرفات في اخويا او في اختي، منها مشاكل الاخوات كلها رسائل ابني عايز يوصلها لي. فانا محتاجه ان انا بقى اشيل السلوك ده واحجبه شويه بس عن نظري، واعرف ايه هو ما وراء السلوك، ايه اللي هو بيحصل جواه موصل للسلوك ده. جاست ان انا بعرف ايه اللي جوه بقى واتعامل مع جذر المشكله، المشكله بتتحل. فهي فكره ان احنا خلطين وحاطين كل ده على بعضه. طب ده بيخليني اقول على ابني ايه؟ ده ابني دون خلاص، هو اتحط الصفه دي اتحطت عنده، فهيبقى لزقتي. واخدها وساكت، يعني مش اللي هو انا عنيد، طب هوريك افضل عنيد، افضل هوريك، افضل عند على عند على عند. واللي هو بقى انا هبقى بتفنن اني ما اسمعش الكلام، وان اوريك يعني ايه عند. انت هتقولي على حاجه وانا هقول عكسها، حتى لو انا عايز الحاجه اللي انت عايزاها. مش هبقى هادي ومسالم وبناخد وبندي مع بعض. ده هيوصلنا لايه؟ تعالي نشوف الكبير بتاعه، هيوصلنا ان انت يبقى معاكي زوج او اخ مش عارفين تتناقشوا، تتواصلي معاه، مش عارفين تتكلموا. احنا الاثنين هو اللي ماشي عندنا قصاد بعض. هو ما عندوش استعداد اصلا ان هو يسمعك، لان هو كان من زمان بيتقال عليه عنيد، فهو افتكر انا لعبت، انا خلاص عنيد، انا جيت على الجرح زي ما بيقولوا. ايوه انا العنيد بتاعكم اللي هو ما سمعتش الكلام، مش انا العنيد بقى واصلا كلمتي لازم تمشي. تمام. فتلاقي دلوقتي ان في راجل بدا يشتغل على نفسه ويدرك المشكله كانت فين، فبدا يقعد يسمع وزوجته يتكلموا مع بعض. وفي راجل ما كانش عنده المشكله دي وهو صغير اصلا، لان مامته كانت بتقعد معاه تقول له انت عايز ايه؟ انت عايز اللعبه دي؟ طيب هو انا البادجت بتاعي وامكانياتي مش هنستحمل ان احنا نجيب اللعبه دي دلوقتي، ايه رايك ناجلها للشهر الجاي؟ ودي مشكله بتواجه الامهات كلها. بالظبط. ايه رايك ناجلها للشهر الجاي؟ نزلت السوبر ماركت بتاعت اول كل شهر، سوبر ماركت ومكان الالعاب بالذات. ايه رايك ناجلها للشهر الجاي؟ او نزلت السوبر ماركت اليوميه بقى اللي هو عايز اشتري فيها ده وده 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 وده، احنا هنشتري حاجه واحده بس. ليه؟ علشان تفهمه قبل ما تدخل. عشان بالظبط يعني فهمه قبل ما تدخل، فهمه واحنا بنشتري. اما تقابلها المشكله اول مره وهي مش مستعديه لها، تبدا تلقط الرساله على طول وتستعد، تبدا ان هي بعد كده تعمل لفت انتباه وتبدا تمهيد، وان انا باسس. فالطفل دون اتقال له لا بس كده ولا فهم؟ الطفل ده ما هيكبر هيبقى سيكيور، امن. فالشخص الامن ده بيكون امن في معاشرته،
ان انا حاسه بامان ومطمنه معاه كأم او كزوجه او كأخت. انت كنت كاتبه في كتابك 9 أو 10 حاجات قواعد كده نمشي عليها، يعني نشوف يعني ممكن نعمل منها ايه في المستقبل، ربنا يقدرنا ونطلع ناس كويسه. يا رب. بصي، هو التسع حق دول كانوا 10 حقائق. لو انت ام الولد، انا هقول لك اللي فاكراه منه عشان مش حافظه، بس ام الولد تمشي على ام البنت ولا انت بس يا ام الولد؟ لا انا مخصصاهم لام الولد، لان ام البنت ممكن تكون كده وممكن تكون كده. يعني منهم مثلا ان اغلب الاولاد حركيين. كنت لسه اقول لك فرط الحركه. هي مش فرط حركة، يعني هي الامهات كلها بتقول عليها فرط حركة، لان هي عايزة قاعد او عايزة يقعد يلعب بألعابه، حبيب يقعد بس هو مش هيقعد، هو هيطلع فوق التلاجة يشوف النطة من فوق التلاجة بتوصلنا فين. طب احنا معنا تليفون مدام منى من القاهرة. اتفضلي مدام منى، سؤال حضرتك. ايوه اتفضلي، سؤال حضرتك. عليكم السلام. الو، السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. الحقيقة البرنامج مفيد جدا ومستمتعين جدا واحنا بنتفرج عليه. ميرسي، شكرا. اسال الاستاذه من فضلك. اتفضلي. طيب انا بقول لحضرتك، هو بالنسبه لترتيب الولد بين اخواته البنات مش الذكور، لو كان هو الاول او الاخير او اللي في الوسط، تمام. هل ده اللي تاثير في النشأة؟ هل ده ايه في النشأة؟ تأثير في النشأة، ليه تأثير في نشأته؟ اوكي. تمام، سؤال حضرتك دكتوره نور هترد عليه. اتفضلي. بصي، هو ترتيب الاطفال في الاسره بيفرق طبعا، ولكن ان انا اخصص ان ترتيب الذكر في وسط اخواته البنات هيفرق ولا مش هيفرق؟ هيفرق لو انا غيرت في المعامله. لو انا يعني انا عندي بنتين وجي بعديهم ولد، فانا اعتبرت ان انا جاري الولد بقى ودلعت بقى، ودلعته وعملته بالنقط اللي احنا كنا لسه هنتكلم عليها، ان الولد ما بيعملش شغل البيت، ده شغل البنات. هيأثر ولا مش هيأثر؟ هيأثر طبعا، طبعا. هيأثر. هو دلوقتي أثر عشان ترتيبه ولا أثر علشان انا سلوك الأم خصصت ان ده شغل بنات وده شغل مش بنات؟ هو ايه اللي مش شغل بنات؟ عادي. طب الولد دون لو سافر في بلد لوحده وبقى مسؤول عن نفسه، هيعمل شغل البنات ولا مش هيعمل؟ بيعمل كل حاجه، عايزه اقول لك بيعمل كل حاجه، بس بيتدلع في البيت عند مامي بس، بعد كده بيعمل كل حاجه. هو اصلا اخواته البنات هيدلعوه اصلا، لان ده لسه البيبي الصغنن اللي جاي لهم وهيبقوا فرحانين بيه. بس انا الوعي كأم هو اللي هيخليني اقدر ان انا الولد يكون متحمل المسؤوليه سواء معاه بنات او معهوش بنات. لان احنا كأم احنا قدامنا دقيقتين بالظبط، وعايزاكي تقوليه بسرعه الحقيقه كل حاجه بسرعه تقدري تقوليها. وطبعا احنا قعدات كتير مع بعض حتى على المستوى الشخصي على فكره. ان شاء الله اكيد. يعني قولي لي كده ملخص الموضوع. الملخص ان انا دلوقتي عايزه ابني راجل اتعامل معاه من دلوقتي على انه راجل. ابني بيتحرك كتير زي ما كنت بتقولي، عنده فرط حركه؟ لا، ده مش فرط حركه، الولد طبيعته انه يتحرك. عشان هو دون اللي هيطلع قدام شويه ينزل ويشتغل. لو انا قعدته جنبي هيكبر ويبقى شحط راجل كده مسؤول عن اسره وقاعد في البيت. بالظبط. انزل اشتغل يا بابا. لا، انا قاعد في البيت. يبقى الولد بيتحرك عشان هو ده دوره في الحياه، انه يسعى، ان الولد يكون بيجيب درجات عاليه ولا بيجيب درجات قليله ما صنفهوش. مش النجاح الدرجات، ده سواء الولد او بنت، بس دايما الام بتبقى نفسها ابنها يجيب اعلى درجات في الدنيا عشان يطلع. النجاح مش درجات، النجاح في حاجات كتير قوي، في ابطال عندنا كتير قوي بس مش ابطال في الدرجات. البرنامج بيخلص وانا مبسوطه جدا. ان شاء الله لينا قريب معانا وبعضينا. ان شاء الله. ميرسي يا حبيبتي، شكرا ليكي. شكرا لك. وشكرا. والبرنامج كده احنا خلص الحلقه بتاعت النهارده، نتمنى تكون عجبتكم، واي استفسارات يا ريت تبعتوها لنا وهنجاوب على الاسئله ان شاء الله مع نور بعد كده. باي باي.